السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة ان شاء الله. يا حبايبي النهاردة نعمل مع بعض السمك البوري، سمك بوري بحر، نعمله مع بعض مقلي يا حبايبي النهاردة بكل تكاته وحركاته وتفاصيله، ونشوفها في الفيديو مع بعض. واتمنى يا حبايبي الاشتراك في القناة والدعم والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ونخش مع بعض يا حبايبي الفيديو. كده يا حبايبي هنعمل النهارده السمك دي مع بعض، غسلناه ونضفناه اهو، هنقعه في ملح وليمون، وهعمل له محلول برده دقيق، ميه ودقيق، احط معلقه دقيق هنا مرتين، تبدلي حاجتك كده عشان مبقاش فيها زفاره. الليمون الاخضر ده بتبقى خلي ريحه حاجه جميله. ملح، هنقعه فيه لمده كده ايه، نص ساعه كده ولا حاجه، ماشي كده. هننقع السمك فيه عشان ما يبقاش فيه ريحه الزفاره ولا اي حاجه. كده يا حبايبي هنعمل الحشوة بتاع السمك، معايا مقلي طب الأول فلفل أخضر أو شطة، معايا ليمونة، معايا توم، معايا كزبرة، طماطماية، كمون وفلفل وشطة وكزبرة ناشفة، معايا ملح، هنضربهم في الكبة. هنعمل الخليط بتاعنا بقى ايه، نتبل بيه السمك. ننزل خليطنا على السمك، نتبله حبايبي كده، نقعه شويه فيه بقى على ما ياخد من التوابل بتاعتنا الجميله دي والخلطه الحلوه دي. هنقعهم في كده لمدة نص ساعة برضو، وبعدين هشتغل فيه حبايبي. وللرز هعمل قرص بصلة، هنعمل يا حبايبي الغلاف بتاع السمك، التغليفة بتاع السمك، معايا دقيق، معايا معلقة كركم، كمون، كزبرة دي، كمون وفلفل أسمر، معلقة ملح صغيرة، معايا معلقتين كبار نشا. هنقلبها عشان لو عايزه الكركم كمان هنزلها بشويه كركم كمان. لقيتها كويسه خلاص، معلقة كركم كمان اهي، نعزز اللون كده بيبقى حلو، بتعمل بيها تحفة كده يا حبايبي. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ كده حبايبي هنطلعها بقى من التتبيلة الجميلة بتاعتها دي، هنديلها الغلاف بتاعها اللذيذ ده. Thank you.
وده دول هشيلهم في كيس برده وباب التلاجة كده مرة تانية. سارة يعني في توابل وكل حاجة فيها. هناخده بقى ونروح على فين كده حاجة. هنزل بالسمك في الزيت كده حاجة. هنقلب السمك سوا كده ان شاء الله تكون جميل. كده عشان يبقى ايه عكس بعضه يستوي سوا. نخليها زي ما احنا تحسب كده حبايبي. كده يا حبايبي قدمنا السمك اهو بألف صحة وهنا وعافية عليكم حبايبي. اللهم امين. ويا رب دايما اكون بقدم حاجة كويسة ومفيدة. ألف صحة وهنا. وتفضلوا الغدا معانا يا حبايبي. عملنا فريحة رز وقدم فريحة سلطة مخلل مشكل ليمون اللي مخللاه معاكم وشطة وكروم حاجة كده يعني تفتح النفس. تفضلوا معانا الغدا يا حبايبي. بألف صحة وهنا وعافية.